يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوت، وهل له أدعية مخصوصة، وهل تشرع الإطالة في صلاة الوتر؟ القنوت مستحب ويكون في الوتر، في ركعة الوتر بعد الركوع، هذا دعاء القنوت. قد ورد فيه الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، قني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وإن زاد على ذلك فلا بأس، يدعو لدينه ودنياه بما يسر الله له بحسب حاجته. ولكن إن كان إماما فإنه لا يشق على المأمومين، بل يخفف على المأمومين. إذا كان المأموم، فإذا كان الإمام مطلوبا منه أن يخفف في الصلاة ولا يشق على المأمومين، قال عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فيخفف الإمام عن المأمومين في رمضان دعاء القنوت، حيث يكون دقائق معدودة ولا يشق عليهم. نعم.